السلام عليكم ورحمة الله. الصيام فريضة عرفتها الأمم السابقة، ولكن بكيفيات مغايرة. وللتدليل على ذلك يكفي أن نشير إلى قول الله عز وجل في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. فهذه الآية القرآنية تدل بجلاء على أن الأمم السابقة على ظهور الإسلام قد عرفت الصيام، بمعنى الامتناع عن أمر معين مباح في الأصل. ومن أشكال الصيام التي عرفتها الأمم السابقة نذكر الصوم عن الكلام. ويمكن الاستدلال على هذه الصورة للصيام من القرآن الكريم، حيث يقول الله عز وجل مخاطبا زكريا عليه السلام بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية. يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. صدق الله العظيم. ويقول الله عز وجل في سورة مريم: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. صدق الله العظيم. وإذا كان الصيام في الشرع الإسلامي هو إمساك وامتناع إرادي عن الطعام والشراب والشهوة الجنسية، فإن هذه العبادة لا تخلو من معنى الصوم عن الكلام. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويعتبر الصيام واحدا من أكثر العبادات التي اشتركت فيها الديانات بشتى عقائدها، لكن أشكاله اختلفت من دين لآخر باختلاف الأمم والشرائع وباختلاف الأمور المترابطة به والأسباب الداعية له، غير أن جوهر ومفهوم الصوم الذي اتفقت عليه الديانات بمختلف طبائعها هو التحكم بالغريزة والامتناع عن بعض العادات المحببة للنفس. وعلى مدار السنوات القليلة الماضية لم تتوقف قيمة الصوم عند معتنقي الديانات المختلفة فقط بمفهومه المذكور شعبية تتخطى الإيمان الديني. إن فكرة الصوم لها تاريخ طويل وغريب في التراث الديني الإنساني. أتت بعض الشرائع السابقة بأنواع غريبة من الصوم تختلف عن تلك التي نعرفها، منها الصوم عن الكلام بجميع أنواعه، وقد شاع هذا الصوم لدى الكثير من الشعوب البدائية. فعند السكان الأصليين لأستراليا كانت المرأة إذا مات زوجها أن تصوم عن الكلام لمدة قد تصل إلى العام. ويظهر في إحدى مواضع القرآن أن هذا النوع من الصيام كان مقررا أيضا في الديانة اليهودية بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وفي الوقت الذي كانت فيه شريعة مريم وقومها هي الشريعة اليهودية، فإن قومها لم ينكروا عليها إشارتها للصبي في قوله: فأشارت إليه قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ وإنما فهموا بمجرد إشارتها بأنها تخضع لهذا النوع من الصوم. في هذا الفيديو أحببت أن أذكر لكم بعض المقتطفات عن موضوع الصوم، ومنها صيام سيدنا زكريا، وحيث بشره الله سبحانه وتعالى بغلام اسمه يحيى، فقد قال له: يا ربي أجعل لي آية أن يكون لي غلام وأنا قد هرمت وزوجتي معروفة أنها عاقر في هذا المجتمع. فقال ربه أو أوحى إليه رب العالمين: آيتك ألا تكلم البشر ثلاثة ليال وأن تكون دائما ردودك هي بالإشارات فقط وليس بالكلام. وهنا ستعرف وقتها أن الحمل قد تم عند زوجتك العاقر. هذه آية الله لك بأن زوجتك
قد حملت بهذا الغلام الذي بشره الله سبحانه وتعالى وهو يحيى عليه السلام. وهنا يقول بعض العلماء في الطاقة أن الصيام عن الكلام ترى فيه العجب العجاب، فبإمكانك أن تبدأ بصيام مدته يوم وأن تتدرج به ليصير صياما مدته 3 أيام وإلى آخره بقدر استطاعتك بأيام فردية ربما، وهنا سوف ترى العجب العجاب أو سوف تأتيك إشارات وحكمة في اللسان أو إلى آخره. هذا ما قال به من يدعون إلى الصيام عن الكلام. هكذا كان الفيديو اليوم، أتمنى لكم طيب المشاهدة ودمتم بأمان الله، إلى اللقاء.